زي ما احنا متعودين معاكم عشان ننقد دايما على الدوري اللي يمكن بنهتم بيه بشكل كبير وبنلقي عليه دايما الضوء عشان ما بقاش زي ما احنا بنقول عليه دوري المظالم. لا، هيبقى دوري الانوار معانا هنا في اخبار اون تايم، بنتابع كل اخباره. نروح لدوري القسم الثاني، الدرجه الثانيه، هتشهد طبعا الملاعب المحافظات المختلفه عصر اليوم 8 مباريات قويه وحماسيه في ختام مباريات الدور الاول. هيبقى عندنا دلوقتي جدول مباريات هنبتديها بملاوي والنصر للتعدين الساعه 2:30، بتروجيت ومع كهرباء الاسماعيليه الساعه 2:30، اسر كامبري هيلاقي الاتصالات في الثانيه ونص، العبور هيلاقي منتخب السويس في الثانيه ونص ايضا، كلها طبعا في الساعه 2:30. المستقبل مع وادي دجله وبورتو مع النصر والانتاج الحربي مع الاعلاميين والقناه مع الترسانه، كل المباريات في الساعه 2:30. معروف طبعا ان لافينا هو اللي بيتصدر المجموعه الاولى برصيد 35 نقطه، وسكة الحديد بيتصدر مع امير عزم مجاهد المجموعه الثانيه برصيد 32 نقطه، ودي كيرنس بيتصدر المجموعه الثالثه برصيد 27 نقطه. كمان اسفرت مباريات المجموعه الاولى الصعيد واللي اقيمت امس عن فوز الالومنيوم على مصر المقاصه بهدفين لا شيء، بترول اسيوط على تليفونات بني سويف بهدف لا شيء، ولافيان على اسمنت اسيوط بنفس النتيجه. وجاءت نتائج الجوله كالتالي: الجونه بتعادل ايجابي مع شبان قنا بهدف لكل منهما، طميه بيخسر من الفيوم بهدف لا شيء، ديروت بيفوز باربع اهداف على مدينه منوره لهدف، بترول اسيوط بيفوز بهدف للا شيء على تليفونات بني سويف، لافيانا بيفوز على اسمنت اسيوط بنفس نتيجه هدف للا شيء، كما اسوان بيستطيع الفوز على مينيا بثلاثه اهداف للا شيء، والالومنيوم يفوز على مصر المقاصه بالهدفين للا شيء. تعاقد لاني لافيانا مع بسام ماهر لاعب غزل المحله لمده موسم ونصف، وشارك لاعب نادي انديه كل من انبي والداخليه، وحقق لافيانا صداره المجموعه الاولى مع نهايه الدور الاول برصيد 35 نقطه بعد الفوز على تليفونات بني سويف بهدف دون رد. نروح نادي الاولمبي، وافق مجلس اداره نادي الاولمبي على استقاله الكابتن شريف الخشاب بعقد التعادل مع بايونيرز بهدفين دون رد، وبفضل طبعا وبيفاضل طبعا مجلس الاداره ما بين اكثر من اسم ابرزهم حسام عبد العال وسعيد عبد العزيز لقياده الاولمبي في المرحله القادمه. نروح لنادي الجمهوريه بشبين طبعا اللي يمكن فيه انتفاضه مره اخرى وبيحاول ان هو يستمر في هذه نغمه الانتصارات، بيحاول دعم فريقه وتعاقد مجلس اداره نادي جمهوريه شبين مع ظهير ايسر نادي الداخليه محمود منصور لمده 6 شهور على سبيل الاعاره، وانتقل منصور معارا للداخليه من بتروجيت في الصيف الماضي، وبيبحث شبين دعم صفوفهم بمجموعه مميزه من اللاعبين على امل اللحاق بالمنافسه على صداره المجموعه، خصوصا في ظل فارق النقاط اللي لا يتعدى 4 نقاط مع ديكنس المتصدر ب 27 نقطه. عايز اقول لكم المجموعه دي سخنه جدا، النقاط كلها زي ما احنا بنقول متصدر 27 تحت منه على طول 26، هتلاقي كل الدنيا قريبه 24 الجمهوريه اللي احنا بنتكلم فيها في المركز الرابع، وبناء عليه هتلاقي كل مباراه الجدول في مجموعه بحري متغير بشكل كبير جدا.